أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكرو طنجاو. والسؤال ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم هو: إذا كنت رئيس ديال الحكومة، شنو هي الحاجات اللي تقدر تبدلها؟ خليكم معانا. الحاجات اللي نقدر نبدل هذوك اللي الشوارف اللي في الحكومة، بزاف الحاجات، خدموا الشباب اللي دعنا ضايعين هنايا في البلاد، صافي نتيو فرصة للشباب يخدموا، علاش حنا ما نبقاوش بطالة نحاربوا المخدرات، نحاربوا حنايا غيبقى آخر، علاش كيطلعوا الحباسة مثلا؟ إي مخدرات من بديل عنده؟ أنا إذا كنت رئيس الحكومة نحيد كريساج، نحارب الفقر في الحوام، تجارة المخدرات، فهمتي؟ بحال النوع هذا كامل. اختصار بالنسبة للصحة والتعليم، كاين لا تعليم لا صحة، فهمتي؟ حتى هما يتبدلوا ولا بد ما يتبدلوا، حسب طبيب الدولة بالفلوس، خاين ما عطينا كتفيد الدواء بالفلوس والصناعة طاحوا بالجبهة، شمن طبيب هذا؟ يعني إذا كنت رئيس ديال الحكومة غتزول هادشي هذا كامل ولا بد، راس كاملين بينا مسلمين ولا بد ما تزول هادشي هذا. لو كنت انا رئيس ديال الحكومه قد خصني اول حاجه نوفر عن الشعب، ماشي الشعب، الشباب اللي عطالين حاليا نوفر لهم مناصب الشغل، نوفر لهم بزاف ديال الحوايج باش ما يلتجؤوش بزاف ديال الحاجات منهم بليه، منهم يخرجوا الزنقه، حيت شنو اللي كيوصل الاغلبيه ديال الشباب من هاد المشاكل هادو اللي هي فقر البطاله. المهم القطاع الصحي نحيدوا عيدك ولد فلان او لا عندك فلوس دوس، ما عندك شي فلوس بقى هايدا، هي هادي نحيدوها باكا، فهمتي؟ ونوفر الشعب مصحات وسبيطارات يتعالجوا فيهم باطل، فهمتي؟ ماشي تمشي دابا حاليا كتمشي سبيطار ديال الدوله خصك تخلص باش تدوز، فهمتي؟ نبدل بزاف ديال الحاجات اخي، نفتح فرص شغل للشباب، فهمتي كيفاش؟ ونغيروا فهمتي كيفاش، نزيدوا زعما قدام، فهمتي كيفاش؟ فهمتي كيفاش نكونوا زعما ديما ناجحين، فهمتي كيفاش؟ فتحوا بزاف الحاجات، فهمتي؟ ومثلا قطاعات اللي تقدر تصلحهم ولا تبدل فيهم، شمن قطاع؟ زعما القطاع التعليم والصحه، فهمتي؟ متضرر بزاف، فهمتي كيفاش؟ وبزاف الحاجات، فهمتي كيفاش؟ الشغل، فهمتي كيفاش؟ الشباب، فهمتي كيفاش؟ وبزاف د الحاجات اللي ما كتعجبكش مثلا في الصحه، قطاع ديال الصحه؟ قطاع الصحه بزاف كاين الحاجات، قطاع الصحه يعني تبدل مثلا في قطاع الصحه؟ بدل زعما فهمتي كي الطبيب ديال محمد الخامس، فهمتي كيفاش؟ فهمتي بنادم تما كيموت، فهمتي كيفاش؟ جالس، فهمتي كيفاش؟ ما فهمتي كنشوف ديك الشيء، فهمتي كيفاش؟ بنادم اللي عنده، فهمتي هو اللي كيداوى، فهمتي؟ فهمتي ما عندكش، فهمتي بغيت تبقى جالس تما. يعني دابا اذا كنت رئيس ديال الحكومه غتبدا بقطاع الصحه هو الاول؟ نبدا بقطاع الصحه هو الاول، نتخيل شنو موراه؟ موراه عاوتاني ندخلوا التعليم، فهمتي؟ مور التعليم فهمتي، بزاف ندخلوا مسائل المعيشه، فهمتي كيفاش؟ مسائل المعيشه المواطن، يعني فابور الشعب. شنو فابور الشعب؟ عندك طلع تقلب عاود علينا؟ لا ما تقلبش عليك. لا شكرا بزاف. شكرا الله يعاونك. الصحه هي الاولى والتعليم عاود، ما كاين لا تعليم لا والو، انت كتعرف ها وبزاف الحوايج، ماشي زعما فهمتي الطبيب كتفيد الطبيب حاسك تمشي تعمل شي حاجه ولا شي حاجه ما كيعطيوكش لا قيمه لا والو، فهمتي؟ كان فين الطبيب لا تعمل ليه شي حاجه خصك شي شهاده ولا شي حاجه خصك صعوبه بتجيبها، فهمتي؟ فين التعليم عاود خصك تبدل شي التلميذ ديالك شي بلاصه ولا هذيك كيعطيوك لا هذيك فهمتي؟ واخا إذا كنت رئيس الحكومه مثلا وكاينه كورونا والمرض، شنو الحلول اللي تقدر تعطي للناس؟ نشوف الدرويش هو الاول، شوف الدرويش مسكين، ماشي حنا كنشوفوا مناصب كبيره ولا شي حاجه، شوف الدرويش اللي كيتمعس في النهار ديالو، حنا نفكروا بالنهار ديالو دابا، حنا نهضروا بزاف الحوايج، انسان كيتمعس في النهار عنده النهار ديالو كيتمعس، لا تشد عليه انت هنا وهذه باش يجيب هادشي دابا ماشي سراقه ماشي كذا ولا بزاف الحوايج. القطاع الصحي وقطاع ديال التعليم بعدا نحطو فيهم شويه الفلوس، ما يتشفروش الفاندينغ نتاع القطاع الصحي والقطاع ديال التعليم، حيت كنشوفوا المغاربه كيعانيو في التعليم، مشي للسبيطار تشوف على عينيك و اساسيده وراك عارف. المهم التعليم والصحه المغرب، انا ولا كنت الرئيس ديال الحكومه بزاف ديال الحاجات تنبدل في المغرب، هاد الشباب اللي ضايعين وهاد الناس اللي ضايعين ما خصهمش يبقاو ضايعين هدايا، وان شاء الله فيهم ونوقف معاهم نعمل لهم مدارس ونجمعوهم ونديهم يقراو وكل شيء ديالهم، ما خصهم فهمتي ما ينقصهم ساخر. الصحة والتعليم وهذا الشيء هذا يعني قابل عليه راضي عليه؟ ضروري قابل عليه وراضي عليه ضروري. يعني إذا كنت رئيس الحكومة ما تبدلش شي حاجة في الصحة ولا في التعليم؟ لا خصني نبدل بزاف ديال الحاجات ضروري. قول لي مثلا هاد الحاجات شنو تبدل مثلا؟ هاد الحاجات هادو مثلا نقول لك الصحة، عطيني شنو تبدل في الصحة؟ الصحة
سني ما فهمتك سي انا الصحه في الصحه في الطبيب وكذا الطبيب ضروري الطبيب خصك ضروري تبقى مع الناس اللي مراطين والناس اللي مراطين هنايا وما تيوقفوا سي معاهم فهمتيني الناس ما عندها سي ستعمل سي حاجه سي بلاطينات ولا الناس ستعمل العمليه عاود ما تيوقفوا سي معاهم خصو نكون انا ولا كنت رئيس ضروري نوقف معاهم اي حاجه خصنا نوقفوا معاهم فهمتيني اجي اذا كنت رئيس الحكومه يعني في فتره ديال كورونا شمن ساعات قدرت الناس يخلي يخرجوا والناس نخليهم نقول لك نقدر نخليهم يخرجوا حتى من النهار ولا بالليل المهم دابا انا رئيس الحكومه عمل اللي بغيتي شني غتعدل ولا عدل ولا قلت رئيس الحكومه نخليهم يدخلوا فوق اسما بغاو يخرجوا فوق اسما بغاو والدراوي تتارا وكذا ما قدرت نقول لهم دخلوا بحالكم ولا خرجوا بحالكم فهمتي الكمامه وداك الشيء ضروري ما يعدلوا ضروري الكمامه ضروري حيت المرضى فهمتيني ضروري الكمامه ايوا صافي شكرا شنو يسمك الله بعد محمد يعني غتكون رئيس الحكومه محمد شمن عام ان شاء الله غتكون رئيس فوق اسم فوق اسم مكتب ما كرهناش يكونوا الرؤساء تاع حنا يكون رئيس ديال الحكومه الله يسهل عليك امين الله يرحم والديك الله يرحم والديك وكيف ما شفتوا معنا كانت هذه هي الاجوبه ديال الناس خلوا الناس تسمع الاجوبه ديالكم في التعاليق كان معكم ايوب جباري نتلاقاو في حلقه جديده وفيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد